الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج النص الحلو. من اكتر الحاجات اللي ممكن تسعد الواحد انه يعمل شغله بايديه ويشوف ثمره عمله ونجاحه وتعبه ده بين ايديه. ويا سلام بقى لو عنده فكره وبدا يبدع فيها ويتميز فيها كمان. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة ومبهجة جدا لكل الناس اللي بتحب الموضة والهاند ميد والفاشن. وضيفتنا النهاردة هي ضيفة جميلة ومبهجة وكل شغلها بصراحة مميز وجميل. هنتكلم النهاردة عن شغل الهاند ميد، واللي هتكلمنا فيه هي بسمة السيد، كروشيه ديزاينر أو زي ما بيقولوا كده ملكة الكروشيه. تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا الجميلة، بس بعد الفاصل بإذن الله. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واستقبلنا ضيفتنا الجميلة بسمة السيد ملكة الكروشيه. بصراحة مش حابة أنا أتكلم عنها، أنا هسيب شغلها الجميل هو اللي هيتكلم عنها، وكمان الأوتفيت بتاعها اللي هي جاية بيه النهاردة هيقولها قد إيه هي إنسانة جميلة ومجتهدة وقد إيه هي حابة تكون مميزة ومختلفة في المجال بتاعها. اهلا بيكي يا بس. اهلا بيكي حبيبتي. ايه الاوتفيت الجميل ده؟ ميرسي يا روحي. والله انا حابه ابدا بيه بصراحه، يعني والله دي عيونك، والله حبيبه قلبي هي الحلوه. ربنا يخليكي. انا حبيت البس حاجه من شغلي بصراحه، يعني المره دي ما شاء الله من يعني الاوتفيت من اوله لاخره بالشنطه. لا هي فين الشنطه؟ الشنطه هي قدامك. الشنطه بالتوب الفوق بجد شكله شيك جدا. ميرسي ميرسي والله حبيبتي. طب كلميني كده، الفكره جات لك ازاي؟ هو التوب ده اصلا كان طالع موضه بس بالقماش عادي، يعني في الصيف اللي فات كان ترند جدا وكان عليه اوتفيتس كتير، فانا حبيت الشتا ده ان هو يكون موجود في الكولكشن بتاعي، يعني عشان انا بحب انزل حاجات ترند وحبيت ابدا باللون ده كمان. يعني انت اصلا شغلك الاساسي شنط؟ انا اكتر بس حاجه جديد ان انت تشتغلي ك بالظبط في الشتا، بس بحاول كده اخطف كده كام موديل يعني، بس طبعا اللي طول السنه انا شغاله عليه يعني الديكور بتاع البيت والشنط اكتر حاجه، يعني دي اكتر حاجه انا بحبها. جميل كله ما شاء الله. طب فكرتي تعملي الوان من التوب؟ هينزل اصلا الفتره الجايه كل الوانه ان شاء الله، وهبدا خلاص بالالوان الترند الاول يعني باذن الله. انا ليا توب منه اكيد. اكيد حبيبه قلبي اكيد. طب كلميني يا بسمه، ازاي فكره الكروشيه جات لك وامتى بداتي اول خطوه فيها بقى؟ انا بدايه ما اتعلمت الكروشيه بصراحه ما كانش في دماغي خالص ان انا اشتغل او ان انا اكون معروفه بيه وكده. انا كل الموضوع في الاول، انا اصلا بحب الهاند ميد عامه، بحب كل فتره اتعلم حاجه جديده، يعني بعمل حاجات كتير جدا لنفسي. فبدات اتعلم وجبت ماتيريالز، كان عندي وقت فاضي شويه قعدت بقى اتعلم وفتحت اليوتيوب والكلام ده كله، اتعلمت اونلاين يعني. مع الوقت بقى بدا لما حد يشوفني لابسه حاجه يسالني عليها منين، ده كان بيفرحني جدا. ان هم ما كانوش بيحسوا ان هي حاجه اي كلام يعني، او ان هي مش معموله كويس، بداوا بقى يطلبوا مني حاجات. بعدين بقى كل اللي حواليا بصراحه بداوا يشجعوني، اللي هو اعملي بيج حتى لو جنب شغلك يعني. واكتر حد بصراحه دعمني في الاول مامتي واختي وكده. ربنا يخليها لك يا رب. يا رب حبيبتي. فكانوا دايما بصراحه بيشجعوني يعني، فعملت البيج. بدات بقى اخد خطوه الشغل لما بدات الاقي بقى ناس كتير ما تعرفنيش، والناس كلها عاجبها الشغل، ناس ما تعرفنيش بتبتدي بقى انها تثق فيا. بدات بقى ان انا ادي الموضوع حقه واذاكر فيه. لا اكتر. لا ولقبوكي ملكه الكروشيه. والله ده كلام كبير والله. بجد جدا. لا لا هو عجبني اصلا الاسم وانت تستحقيه بصراحه بجداره حبيبتي يعني. والله ده من ذوقك. بسم الله ما شاء الله، يعني الشغل كله شيك. وبصراحه تسلامي. الشنطه دي عجباني قوي الاسود في جولد يعني صح؟ بصي عجباني جدا. لو هي ممكن نوريها للسادة المشاهدين. اخر حاجة انا عملتها، انا شايفة فيها بصي حاسة ان انتي حاطة فيها ماتيريال جديدة، حاسة ان هي مخليها شكلها مختلف شوية. انا كنت عاملاها لاوتفيت سواري اصلا او للخروج بالليل يعني. دايما معروف عن الكروشيه ان هو شنط عاديه او حاجه مجرد الوان كتير وكده، فانا كنت حابه ان انا ادخل حاجه تكون برضو سواري وفي نفس الوقت شيك. وانا اللي عامله الجلد اللي عليها. انا برضو حاسه ان مختلف يعني، مختلف. حبيت مديها بهجه كده. وحتى قماش البطانه اللي من جوه انا عاملاه بقماش الدريسز السواري عشان خاطر يدي برضو طابع حلو وشياكه زياده يعني لما يتلبس مع اي اوتفيت سواري او بالليل يعني. جميله قوي ما شاء الله كل الحاجه. ميرسي. طب قولي لي انت الافكار بتجيلك ازاي؟ يعني ما شاء الله الشنط كلها افكارها مختلفه.
دي الافكار حقيقة. بتجيلك ازاي في الاول والالوان وكده؟ انا كنت بشتغل عادي، بشوف حاجه بتعجبني فبحب ان انا انفذها، بعدين بقى انا حابه تكون ليا تصميمات بتاعتي، يعني انا اللي بشتغلها من الاول، انا اللي بصممها، اي باخد ده في المعظم من الحاجات اللي هي بتبقى عامه ترند او نازله موضه الفتره اللي جايه، الالوان اللي مثلا مناسبه مع الموسم، يعني الوان الشتاء غير الوان الصيف، الكلام ده كله بيأثر على اختياري للموديل، والاوتفيتس كمان بتبقى نازله جديده، لان انا دلوقتي بتعامل مع مجتمع المفروض ان انا اواكب المجتمع ده بالظبط، بديزاينز تليق عشان عليه. كل الاذواق تكون بالظبط مناسبه لكل كده، الاذواق بمعنى بالظبط اصح. صح، بالظبط صح. طب بما اننا بقى داخلين على الشتاء، ايوه، قولي لنا ايه الالوان الموضه او الترند الفتره اللي جايه اللي هي 2021 بقى؟ اكتر لون واخد نمبر 1 هو اللي انا لابساه دلوقتي، اللي هو اللون طبعا الليلة ده، تحفه، حبيت ابتدي بيه اصلا اول قطعه شتوي، يعني هو لون رقيق جدا بصراحه يعني. هو واللون المنت والالوان بقى البيجات، يعني اللون اللي هو اول لون في الشنطه اللي قدامك دي، اي ده برضو شتوي، والبيج اللي جنبه، كل الدرجات اللي هي مايله لالوان الطبيعه والخريف، هي دي بقى الالوان لما بنشتغل بيها بتدي روح حلوه. وبرده مش بس الالوان دي، يعني الالوان المبهجه، يعني برده اللون النيون ده برده لسه لونه حلو مكمل جدا. معانا في الشتاء، والخيش من الماتيريال برده اللي مكمله معانا في الخيش الشتاء، انتشرت قوي، الشنط الخيش الفترة كانت اللي فاتت. الصيف اللي فات برده فعلا كانت واخده الترند ومكمله برده معانا خريف وشتاء، باختلاف بقى اشكال الديزاينز اللي هنعملها ان شاء الله. بتاخد منك وقت الخيش ده، اظن ان هو يعني صعب في المجهود اصعب بتاعه. من شغل الخيوط العاديه، ده حقيقي، وبيسبب حساسيه برضو لبعض الناس، لان هو بيطلع وبره كده اثناء الشغل، فبيكون مجهد، غير ان خامته مش طريه على الايد، فمش بيكون سهل يعني التعامل معاه. طب بما ان بقى شغله اصعب، هل بقى سعره اعلى يعني عشان المجهود؟ ده حقيقي، يعني هو مش مكلف قوي قد ما هو مجهد في الشغل. سعر القماش نفسه مش غالي زي المجهود اللي هو بياخده يعني. بالظبط كده، بياخد مجهود مننا كبير وجهد، وعلشان يتفنش ويطلع بجد بكواليتي كويسه بالظبط. لازم ياخد مننا مجهود جامد، يعني فده طبعا لازم يتقدر من الناس. اكيد طبعا. طب ايه الماتيريال التاني اللي بتستخدميها غير الخيش يعني انا بستخدم الخيوط اللي اتشهر بيها شنط الكروشيه في الاول، هي خيوط الكليم، في منها 3 شنط موجودين، وفي كمان المكرميه القطن، وفي الخيش، في خيوط القطن، وفي خيوط بتبقى مثلا على ستان او حرير، في انواع كتير، يعني كل الخامات موجود منها خيوط، وفي تمام، حاجات مش بتبقى اصلا خيوط للشغل واحنا بنستخدمها، يعني انا بتستخدميها. بحاول ادخل على قد ما اقدر حاجات حتى لو هي مش محطوطه لشغل الكروشيه. يعني طب في ماتيريال اكيد بتبقى غالية عن التاني، ازاي طبعا، بقى بتوفقي الموضوع بانك تقدمي ماتيريال حلوة وفي نفس الوقت اسعارها مناسبة لكل الناس؟ ده حقيقي، اوقات يعني بيبقى صعب، لان انا لازم اقدم برضو سعر يكون مناسب، ما يكونش عالي قوي، وفي نفس الوقت ما اقدرش ماتيريال تكون كويسة. ما اقدرش ان انا اقلل في الماتيريال، لان انا كده كده ببذل نفس المجهود، ما ينفعش ابذل مجهود كبير في خامة رخيصة، تمام، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اوفر خامة بسعر متوسط، وفي نفس الوقت تكون الفينش بتاعها بقى نظيف، تمام، فهي فعلا الخامات مش بتتوفر باسعار رخيصه، يعني عشان خاطر تبقى كواليتي كويسه وتعيش مع بالظبط. الناس. طيب فكرة الهاند ميد عموما، اي بنت او اي حد من امهاتنا لو عنده وقت فراغ او كده ممكن يفتح اليوتيوب ويتعلم وتبقى تسلي وقت فراغه. صح بس فعلا، فكرة التميز بقى، ان الواحد يبقى مميز في مجاله، بتسعي ازاي بقى انك تكوني مميزة في حتة الكرسيه او؟ هو في الاول طبعا هو توفيق من ربنا يعني اكيد واجتهاد طبعا. وكده، بس انا بشتغل على حاجتين، يعني اول حاجه ان انا اجدد، ان طول الوقت الناس تلاقي حاجات بالظبط. جديده ما يملوش، مش مجرد حاجات انا بكررها وخلاص. تاني حاجه هو ان انا اهتم بالفينش وبالتقفيل، ادخل ماتيريالز جديده على الكروشيه، زي مثلا ما شفنا في الشنطة بالظبط دي. كده، ادخل حاجه مش معتاد ان هم يشوفوها مع شغل الكروشيه، فده بيضيف تميز، اعمل ديزاين يكون خاص بيا، مش كل حاجه تكون كوبي بيست من الاجانب، يعني احنا برضو نقدر نعمل حاجه حلوه جدا، بالظبط، وممكن كمان تنافسهم، يعني مش شرط. والتقفيل نفسه من جوه الفينش دي مهمة اختيار، جدا بقى يعني. انا بهتم جدا بالموضوع ده، يعني هو قماشه بتتعرف البطانه، الحاجة الكويسة من اللي مش كويسة من التقفيل بالظبط، والماتيريال وكل ده. لان ده برضو لازم
لازم انا اقدم حاجه تليق بالناس وتليق بيا، لازم اللي يثق فيا ده انه يطلب مني اوردر لازم انا اكون قد ثقته. بالظبط. فبحاول بقى ان انا انتقي الماتيريال والفينش من جوه يكون نظيف، ده اهم حاجه. طب قولي لي كده، ايه اكتر الحاجات اللي بتطلب منك عموما؟ هو طول الوقت انا بغير، يعني طول الوقت بيطلب حاجات مختلفه، بما اننا طبعا داخلين على موسم الشتاء، فاكتر حاجه مطلوبه مني الفتره دي هي التوب اللي انا لابساه. اكيد. والحاجات اللي هي الوان الموضه دايما الناس بتدور على الالوان الجديده والالوان الحلوه، فانا طول الوقت بجدد، يعني كل فتره بيطلب مني حاجات اكتر من التانيه. طب اللي بيطلب اكتر مثلا الحاجات الكلاسيك ولا اللي فيها الوان كتير ولا الحاجات السيمبل؟ الحاجات المحايده السيمبل، لان الناس بتبقى عايزه حاجه تنفع مع كله. نادرا الناس اللي هي بتبقى حابه حاجه فيها الوان كتير بتخاف تقيدها او تليق على كذا حاجه عندها، يعني بالظبط كده. الناس تجيب بتحب بتحب الحاجه تليق مع حاجات كتير، وانا بحاول اوفر ده برضو عندي على الاكونت، ان انا اوريهم من يعني من بيس واحده نقدر نلبسها على كذا اوتفيت بشكل مختلف، يعني تمام، بحيث تبقى عملية وتناسب ظروف الناس برضو. بالظبط. لأن الوضع بعد الكورونا ناس كتير جدا مرتباتها نزلت كمان للنص، أكيد. فأنا برضو لازم أقدر ظروف الناس وفي نفس الوقت ما أقدرش أقلل من تعبي يعني. يعني بمناسبة الكورونا بقى، يعني ايه المشاكل اللي بتواجهك انت كبسمة في تسويق المنتج بتاعك، خصوصا بقى ايه بعد فترة الكورونا؟ يعني فكرة التعقيم وانك فعلا. تقنعي اللي قدامك ان الحاجة يعني آمنة بشكل كافي ان هو ياخدها منك، بمعنى اصح. صح، هو فعلا اول الكورونا في الاول الوضع كان واقف جدا وكل الناس طبعا كانت خايفة، حتى الاوردرز كانت بتتكنسل مثلا، فالموضوع ما كانش سهل في الاول. بس بعدين بقى انا كنت الاول الموضوع منقسم بين شغل على ارض الواقع وشغل اونلاين، لا دلوقتي انا مركزه اكتر على الاونلاين، بحاول اكون اكتف اكتر مع الناس، بقيت اصور الحاجه وهي بتتعقم، ااكد عليهم ان الحاجه فعلا معقمه، انا اهتم بتعقيم الحاجه من اول الادوات اللي انا بستخدمها. بالزبط. لحد الحاجه ما بتتغلف. حتى شركه الشحن اللي انا بتعامل معاها لازم اكونفيرم عليها ان الحاجه تتعقم لحد ما توصل لايد العميل. طبعا ده اخد مني مجهود. أكيد. عشان الناس تشوف ده وتبتدي تطمن والكلام ده كله. برضو اتجهت ان انا اسوق لحاجه مختلفه، زي ما قلت لك انا كنت طول الوقت بشتغل شنط، فبدات ان انا اركز تغيري اكتر شوية. على حاجه البيت، سجاد، بوكسات، اي حاجه تجدد من الروح اللي هم عايشين فيها بعد قعده البيت، فده قوم الدنيا الحمد لله معايا تاني. بقى مش بنات بس، لا بنات وامهات وربات. بالظبط كده بقى الموضوع اوسع شويه وبقيت حاجه بيعملوها من هم في البيت. وعوضت طبعا الكورسز اللي انا كنت بديها بره بان انا بديها اونلاين، بحيث ان اي حد وهو في بيته يقدر ان هو يتعلم كنت اونلاين. لسه هكلمك في النقطه دي، يعني انت ما شاء الله اتجهتي ان كنت بتدي الكورسز عادي فيس تو فيس، دلوقتي اونلاين. صح. بس بقى الفكره، هو مجهود يعني يحترم منك وكل حاجه، واي كورس ممكن يعني يتاخد اونلاين، بس فكره الكورسيه نفسه ان انا ادي اونلاين لازم يكون اللي قدامي فيس تو فيس عشان يقدر يستقبل مني المعلومه صح. يعني مثلا هدخل الابره بطريقه معينه في المكان المعين، ده محتاج ان الشخص يكون قدامي. مظبوط. ازاي انت بقى بتقدري توصلي المعلومه بطريقه مبسطه اونلاين؟ انا علشان كمان اديت الناس برضو على ارض الواقع، الناس قدامي فيس تو فيس، فبقيت عارفه ايه الاسئله او ايه الحاجات اللي ممكن تبقى صعبه. اول حاجه بقى ركزت عليها هي المعدات والتصوير والاضاءه، زاويه الكاميرا تكون منين عشان خاطر تكون واضحه ليهم، او يحس بمعنى اصح ان هو كانه قاعد معايا، الصوت يكون واضح. حاجات كتير كده ركزت عليها كتكنيك في التصوير، بجد قعدت اتعلمه مخصوص لانه ما كنتش اعرفه الاول او ايه الصح. بدات بقى ان انا اركز على التصوير، الصوت واضح، الزاويه يكون اللي بيتفرج على الفيديو اللي بيتعلم منه اونلاين ده كانه بجد قاعد معايا بالظبط، مش حاسس ان هو مش موجود. اي حاجه مهمه بحاول ما اقولهاش ورا الكاميرا خالص، لا لازم تكون في الفيديو وموثقه بالتفصيل الممل يعني. تمام. وفعلا الموضوع الحمد لله نجح، والناس بتبعت لي صور التطبيقات بتاعتهم وبتبقى كوبي بيست الحمد لله من الفيديو يعني. الحمد لله، ومجهودي يحترم منك بجد. الحمد والله. لله والله. ميرسي يا حبيبتي. طب عايزاكي تقولي نصيحه كده للبنات اللي حابه تبدا في مشوار او طريق الهاند ميد، ولو مثلا حد بدا مشروع بتاعه ازاي يحافظ على مستوى المشروع بتاعه يكون ناجح ويحافظ على اسمه ويعمل براند ليه يعني مخصوص او معين.
اول حاجه بالذات لو حد هيشتغل هاند ميد بالتحديد لازم يعني يكون عنده صبر، ولازم يعرف ان الطريق مش سهل وان الحاجه مش بتيجي بسهوله، وان عادي القطعه الواحده وراها مئات تجارب عادي جدا، بيجرب مره واتنين لحد ما يطلع احسن حاجه. ما ييأسش، ما يسمعش اي احباط في الاول، طالما هو فعلا حابب يتعلم مره واتنين عادي جدا. يهتم كويس قوي بالفينش بتاعه، اهم من الشغل. لازم ان هو يقدر ثقه الشخص اللي طلب بالزبط. منه اوردر، يعمل داتا لنفسه من شغله، ما يعتمدش على شغل حد تاني، ما يسوقش بشغل حد غيره، لا يسوق بشغله هو، لان ده مع الوقت هيخليه يطور من نفسه وهو طول الوقت بيشتغل، فهيبقى حاسس فعلا بقيمه التعب. بالظبط. ويقدر حته بقى مهمه كده، الناس بعد ما بتدخل في موضوع الشغل تفقدها شويه، حته الفن. انا لازم افضل محافظه، يبدع شويه عشان يكون مميز، لازم يفضل محافظ على حته ان انا فنان. ما ينفعش انزل الموضوع لمجرد ان هو مجرد شغل او بيزنس وبس. لازم حته الفن دي برضو تفضل عندنا، وتفضل في احترام شغل غيرنا، والكلام ده كله بيبقى مهم جدا، ويتميزوا. وطول الوقت في افكار جديده، طول ما احنا عايشين هنفضل نتعلم. انا لحد النهارده لسه بتعلم عادي جدا، كلنا لحد اخر يوم بنشتغل. أكيد. الافكار عمرها ما هتخلص. يفضلوا يجددوا، كل فتره بيجي فيها احباط، حاجات كتير جدا بنخسرها، عادي نقع ونقوم تاني، عادي جدا بتحصل. بس نفضل مؤمنين بالحاجه اللي احنا بنعملها بالزبط. وبنحبها، لان هو ده احنا في الدنيا. ما ينفعش اصلا يعني اول ما نقع نسيب الطريق. أكيد. ما ينفعش. طب قولي لي يا بسمة، ايه الحاجات اللي انت حابه تقدميها للبراند بتاعك انت بقى الفتره اللي جايه؟ ايه الحاجات اللي يعني في دماغك تطوريها او تبدعي فيها بشكل جديد يعني؟ انا مقسمه دلوقتي الموضوع لناحيتين زي ما قلت لك. بالنسبه لموضوع التريننج يعني او التعليم، انا حابه بقى ان هو يوسع اكتر من كده. انا دلوقتي لو كنت الاول بتاعتك يعني بالظبط كده، حابه ان انا بدل ما كنت بوصل لعدد قليل، لا انا دلوقتي ممكن اقدر اوصل للوطن العربي، وممكن بره الوطن العربي كمان. الموضوع ممكن يوصل بشكل احسن اونلاين على قد ما هو كان في الاول بسبب الاوضاع اللي كانت موجوده دي، حاجه انا كنت مضطره لها، لا دلوقتي حابه ان انا استغلها بشكل احسن. وبالنسبه للبراند، حابه ان انا طول الوقت اقدم لهم كل جديد، وابقى قد ثقتهم، وافضل طول الوقت مختلفه يعني. أكيد. اهم حاجه اكون مختلفه، مش أكيد. لازم نكون اشطر حد، بس نبقى احنا يعني بالزبط. يبقى اللي انت بتعمليه ده شبهك وزيك، وافضل طول الوقت كده ايه، اجدد وادخل كمان حاجات جديده يعني. انا حابه اركز على موضوع اللبس كمان اكتر. هو بصراحه فكره عجبتني انا شخصيا، عجباني جدا، وحابه كمان ادخل القماش مع الكروشيه، بحيث يبقى الاوتفيت كله فعلا من عندي، ندخل ماتيريال جديده بحيث ان هي تدي روح لل ويفضل برده في الجزء بتاع الهاند ميد موجود معانا برده، وفي نفس الوقت بضيف له كمان حاجه جديده يعني. حابه طول الوقت ان انا افضل متجدده يعني. ان شاء الله بمجهودك وشغلك الجميل والرائع ده توصلي لكل الناس يا رب، وتحققي كل اللي بتتمنيه بس باذن الله. نورتيني وشرفتيني بشغلك الجميل والله. انا شخصيا هاخد منه يعني باذن الله. بتهني بيهم كلهم والله. ربنا يخليكي. نورتيني وشرفتيني بسمة السيد ملكة الكروشيه، ومش هقول غير كده. كبير والله. لا والله مفيش حاجه كتيره عليكي. شكرا ليكي يا بسمة. ومشاهدينا الكرام، للاسف انتهى وقت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده باذن الله.